قالت سلوفينيا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي إن المجلس سيجتمع الأربعاء لبحث الأوضاع في لبنان. كان طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من البلدات اللبنانية. وأكد الدفاع المدني اللبناني أن الغارات أوقعت شهداء وجرحى في غارة على مبنى في البقاع، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدات من ضمنها القليلة ودبين وكونين والحنية والمنصوري بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في الأجواء اللبنانية. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف قاعدة دادو التابعة للاحتلال للمرة الثانية بـ40 صاروخاً.